مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الإخبارية والصحف اليمنية الصادرة اليوم عن التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد. والبداية من التقرير الذي نشره موقع الموقع بوست حول الصحفيين العشرة المضربين عن الطعام، وعنون الموقع: مطالبات بالكشف عن مصير عشرة صحفيين اختطفتهم الميليشيا منذ عام كامل. وتقول التفاصيل: تضع ميليشيا الحوثي الصحفيين المختطفين في سجون انفرادية لساعات طويلة، وأحيانا يضعونهم في زنزانة قادرة مع 12 آخرين بطول 3 × 4 متر تقريبا، مع مجرمين عديدين حسب إفادة بعض أهالي الصحفيين الذين حذروا في غير مرة من وضع أبنائهم في أماكن قصف محتمل وتعريضهم لنفس مصير زملائهم عبد الله قابل ويوسف العيزري. ويتابع الموقع: وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الصحفيون على يد سجانيهم، علما بأن الميليشيا الانقلابية قامت بعزل الصحفيين في غرفة ضيقة وتهديدهم وممارسة أنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي لإجبارهم على كسر الإضراب، ثم قامت بإخفائهم يوم الخميس الماضي. ومن عناوين الموقع: تصعيد في شمال صنعاء ومعارك في جبهات شبوة والجوف وتعز. وعنوان آخر: الوفد الحكومي، أي نقاش يتعلق بالجانب السياسي سيكون موقعه بعد إزالة الانقلاب. ومن موقع يمن مونيتور، والذي ركز على أبرز العناوين والأخبار، ومنها: ولد الشيخ، ينبغي أن تتحول معاناة اليمنيين إلى حافز للتوصل إلى حل سريع. وننتقل إلى عنوان آخر: تلفزيون إيراني، اتفاق وشيك لحل الأزمة اليمنية. إلى تفاصيل خبر هروب أم سنغافورية مع أطفالها من اليمن، وقال الموقع: كشفت صحيفة ذا ستريتس تايمز عن تجربة مروعة تعرضت لها أم سنغافورية اسمها شيرين سيد عبد الرؤوف وأطفالها خلال هروبهم بحثا عن الأمان وبعيدا عن التهديدات المستمرة بالقتل والاختطاف من منزلهم في عدن، المدينة اليمنية الساحلية الممزقة بالصراعات بحسب وصف الصحيفة. وتروي الأم البالغة من العمر 38 عاما للصحيفة قصة ركوبها مع أطفالها الأربعة سيارة في طريقهم إلى ميناء عدن، حيث كانت تنتظرهم سفينة هناك بالرغم من تجول المسلحين في الشوارع. وتضيف شيرين: كنا نتقدم ببطء وحذر شديدين، كان هناك تبادل لإطلاق النار، وكلما سمعنا أصوات العيارات النارية كان يتوجب علينا إيقاف السيارة والتأكد أنه من الآمن استمرار الرحلة. وتشير الأم الشابة إلى الأحداث التي مرت بها مع أطفالها في شهر أبريل من السنة الماضية في محاولة إجلائهم من اليمن إلى سنغافورة بمساعدة وزارة الشؤون الخارجية. كان السائق يرغب في العودة بضع مرات، واضطررنا إلى التوصل إليه ليكمل الطريق لأنها كانت فرصتنا الوحيدة للهروب. ونقلت الصحيفة إلى أن شيرين تعيش في عدن مع زوجها منذ عام 2008، لم تتمكن إلى الآن حتى بعد مرور أكثر من عام على هروبها مع أطفالها من لم شمل عائلتها مع زوجها اليمني بسبب الاشتباكات المسلحة في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والتحالف بقيادة السعودية. الوحدة والانفصال والاتحاد والتفكيك، عمليات سياسية ارتبطت بقيام الدولة المعاصرة. تحت هذه التسميات كتب السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله الذي نشر في أكثر من موقع. وقال نعمان: لم تعرف الأمم التي بقيت موحدة باختيارات شعوبها أو انفصلت بنفس هذه الاختيارات مثل هذه الثقافة التي تجتاح اليمن اليوم من شماله إلى جنوبه ومن جنوبه إلى شماله. والمؤسف أن كثيرا من النخب قد انخرطت في صناعة هذه الثقافة أو التبشير بها أو تبريرها بدوافع مختلفة. بإمكان الجنوب أن يصيغ خياراته السياسية دون أن يلجأ إلى الكراهية كرافعة ثقافية لتحقيق هذه الخيارات، وبإمكان الشمال أن يستوعب الأسباب التي قادت الجنوبيين وأجزاء واسعة من الشمال إلى إنتاج ردود أفعال كتلك التي يعبر عنها عامة الناس دون إغراق في التصعيد إلى الدرجة التي يصعب معها العودة إلى جذر المشكلة.
جذر المشكلة هي أن النخب السياسية والعسكرية والثقافية عزلت الناس وتحولت إلى وصي عليهم في كل القرارات المصيرية. هي تتخذ القرارات الكبيرة مثل الوحدة على سبيل المثال بعيداً عن إرادة الناس، وتفشل في إدارتها، ثم تغطي فشلها بتحويل هذا المنجز إلى هدف للنقد الشعبي والاختلاف والصراع دون أن تكون قد وفرت له شروط النجاح. وكل ما تعمله أنها تتوارى خلفه لتهرب من المسؤولية وتواصل توظيفه كأداة للعقاب وإشعال الحروب. قامت الوحدة سلمياً، فقرر طرف فيها أن يعمدها بالدم، وكانت النتيجة أنه لا تعمدت الوحدة ولا توقف نزيف الدم. ثم جاءت الثورة السلمية 2011، وكان من نتيجتها أن تحاور اليمنيون لأول مرة فيما بينهم لإنتاج شروط بناء الدولة والتعايش والتفاهم على قواعد مشتركة يتم أخذ موافقة الشعب عليها. إلى موقع عدن تايم والذي تابع العديد من الموضوعات المحلية، وعنوان: وفد الحكومة بمشاورات الكويت يكشف حقيقة إشاعات كاذبة. ويقول الموقع: نفى وفد الحكومة في مشاورات الكويت الإشاعات التي ترددت حول تشكيل حكومة أو أي اتفاقات سياسية. وقال الوفد في بيان إن تلك الإشاعات هي محض أكاذيب دأب عليها الإنقلابيون دائما، وأن تلك الإشاعات تهدف إلى خلق عراقيل إضافية في طريق المشاورات، وتؤكد استهتار الطرف الآخر بالمشاورات واستمرار محاولته الخروج عن المرجعيات المتفق عليها. ومن العناوين: بلا حدود تستنكر مقتل صحفي واختفاء 10 آخرين في اليمن. وعنوان آخر من عدن: سفن محملة بالديزل والمازوت تصل عدن خلال 48 ساعة. وإلى موقع المصدر أونلاين والذي جاء فيه: الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، المشاورات متركزة حول بحث آليات الانسحاب وتسليم السلاح. وفي عنوان آخر: الجبير يقول إنه يجب التركيز على الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية رغم الهدنة. نقل الموقع عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله إنه يجب التركيز على الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية بعد عام من قيادة بلاده تدخلا عسكريا عربيا لأجل إعادة شرعية الرئيس هادي. وذكر الجبير في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في القمة الخليجية التشاورية بأن إنهاء الصراع في اليمن سيكون عبر التوصل لحل سلمي رغم خروقات الهدنة. وأضاف إن بلاده تنسق مع العديد من الدول المنخرطة في جهود إيجاد حل سلمي في اليمن. ومن العناوين أيضا: الحوثيون يخطفون 5 مدنيين ويداهمون منازل ومقارا لجمعية في أرحب شرقية صنعاء. هل يعتقد الحوثيون أنهم سيحكمون اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب محمود ياسين مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: هل يعتقد الحوثيون أنها انتهت إلى هنا وأنهم سيحكمون اليمن وحدهم؟ هم ماضون في الأمر بهذا المزاج، ولا يبدو أن في أولوياتهم أي تسوية أو شراكة مستقبلية. يتقدمون لملء الفراغ والاستحواذ عليه، وكل ما يحدث منذ عامين وما تقوم به القوى اليمنية سياسية وعسكرية هو منحهم المزيد من الفراغات منذ عمران وحتى الرياض. نفي للجيش كوظيفة من أول حصار صنعاء، فراغات لا تكاد تتوقف عن منحهم ما يكفي لاختبار قوة النبوءة وتمددها أثناء انسحاب الواقع. لم يتبين كم أنهم أقوياء، لكن تبين للآن كم أننا كنا أصلا على درجة هائلة من الهشاشة، وهذا فقط هو الإفصاح الأكثر قسوة عن وجودنا الواهن الضعيف ظاهريا. الجيش ارتبط بأشخاص، والسياسة ارتبطت بشخصيات، والأحزاب بقيادات. ما من بنى متماسكة مرتبطة بوظيفة الحياة اليمنية العامة والدفاع عنها. لذلك انكشفنا عندما توخت الشخصيات النجاة واختارت المنافي سواء بالصمت أو بالمغادرة، تاركة هذا الفراغ الذي يبدو حتى الآن أن لا أحد قد ينازع عليه الميليشيا غير ميليشيا أخرى أقل انضباطا وطموحا. لو تمكنت اليمن من الإفصاح عن قوة ما تبقى منها بالسياسة ووضع أمر واقع يتخطى هذا الذي بين الحوثيين وأناس في المنفى شرعيون، عندها سيدركون حكمة الشراكة والتعايش ويتصرفون بحدود الأمر الواقع ولو لكسب الوقت. اليمن لن تستخدم معجزة،
ولن تفاجئ الميليشيات النبوية على طريقة النبي موسى بمعجزة تلقف ما يأفكون، ولكن بواقعية أنها أكبر من أن يتم الاستحواذ عليها بمحض الصدفة. إنها بلد ملايين المتعلمين الذين خبروا ورشة تسييس وحقوق على مدى 5 سنوات، ناهيك عن آلاف الأساتذة الجامعيين وموارد الوعي المتقدم الذي وإن كان شتاته الآن قد منح وعي التمكين الفرصة، إلا أنه سيفصح عن قوة وعي الجمهورية اليمنية بذاتها مهما بدت ذاهلة الآن بأثر الصدمات. إلى موقع الوحدوي نت والذي تابع إحدى الموضوعات وعنوان: الحكومة اليمنية تستعد لإصدار جوازات سفر لليمنيين تحمل 12 علامة سرية يصعب عملية تزويرها. ويقول الموقع نقلا عن وزير المغتربين المهندس علوي بافقيه إن الجوازات اليمنية الجديدة ستحمل نفس التصميم السابق لكنها مختلفة وبجودة أعلى وحسب المعيار العالمي، وتحمل 12 علامة سرية تصعب عملية تزويرها، وطبع منها 1,000,000 جواز ستمنح للمواطنين في الداخل والخارج. وقال المهندس علوي بافقيه وزير المغتربين إن مصلحة الهجرة والجوازات والسفارة اليمنية بالرياض والقنصلية العامة بجدة ستبدأ قريبا عملية صرف جوازات سفر لحاملي بطائق هوية زائر لليمنيين في السعودية، والبالغ عددهم نحو 463,000 شخص، ليتمكنوا من الحصول على المزايا المقدمة لهم من السعودية للعمل بطريقة نظامية وفقا لأنظمة وزارتي الداخلية والعمل في المملكة. وكشف الوزير اليمني عن تشكيل الحكومة اليمنية لجنة عليا لعملية إصدار الجوازات الجديدة مكونة من وزارة الخارجية ووزارة المغتربين ووزارة الداخلية ومصلحة الجوازات وجهازي الأمن السياسي والقومي، إضافة للقنصلية اليمنية في الرياض وجدة، وقامت بالتواصل مع الجانب السعودي لترتيب عملية إصدار الجوازات لحاملي بطاقة زائر. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ونذهب لمطالعة ما قالته الصحف العربية، ونبدأ من صحيفة القدس العربي والتي قالت إن مصدرا رسميا أكد أن وفد الإنقلابيين من المتمردين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق صالح وضعوا عراقيل كبيرة وأمورا تعجيزية لإفشال عملية الإفراج عن المعتقلين قبيل حلول شهر رمضان المبارك. وقال نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات في رئاسة الجمهورية محمد العمراني للقدس العربي إن الوفد الحكومي قدم كشفا يتضمن 99% من أسماء المعتقلين و1% أسرى حرب، بينما قدم الإنقلابيون كشفا يتضمن 99% أسرى حرب و1% معتقلين. وأوضح العمراني وهو المسؤول الإعلامي في الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام أنه وفقا لهذا التضاد في الأسماء المذكورة بهذه القوائم مطلوب أن نبادل أكثر من 3,000 من المحاربين والمقاتلين الحوثيين مقابل الإفراج عن طلاب وأساتذة جامعات وصحفيين وناشطي حقوق إنسان وأبرياء تم اعتقالهم من مواقع أعمالهم. وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الأسماء المذكورة في قائمة الإنقلابيين عبارة عن أسماء مفقودين وقتلى، وربما هي أسماء وهمية يطلبونهم كأسرى، مؤكدا أن هذه التفاصيل والتعقيدات قد تطيح بأي اتفاق يتعلق بملف المعتقلين والأسرى الذين تعاملوا معه على أنه ملف إنساني لا علاقة له بتفاصيل الحرب والسياسة، حيث أن وفد الإنقلابيين يصر على خلط الأوراق بهذه الطريقة، فهم قد اعتقلوا مكان كل أسير أو مفقود لهم شخصا مدنيا مقابلا له من أجل إجراءات عمليات تبادل غير عادلة. وأعرب عن عدم تفاؤله بنجاح الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إطلاق سراح المعتقلين قبل حلول شهر رمضان، وقال لهذا تبقى التوقعات بإطلاق سراح المعتقلين والأسرى قبل رمضان ضعيفة. إلى صحيفة عكاظ السعودية والتي عنونت رؤية الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة
إنشاء لجنة عسكرية وأمنية من 21 عضوا. وأوضح مصدر خاص لعكاظ أن الرؤية تشترط أن تشكل اللجنة بقرار من الرئيس عبد رب منصور هادي الذي يمثل الشرعية ولا يجب النقاش فيها، موضحا أن نقاط الرؤية ومعاييرها تتركز في إنشاء لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة ولجان فرعية في المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون قوام اللجنة من 19 إلى 21 عضوا ولجان المحافظات من 7 إلى 9 أعضاء. وعن النطاق الجغرافي لعمل اللجنة قال المصدر: يتم تحديد النطاق الجغرافي لعمل اللجان العسكرية والأمنية في كل من العاصمة ومحافظات صنعاء، صعدة، حجة، عمران، دمار، الحديدة، المحويت، تعز، إب، الضالع، البيضاء، الجوف، شبوة، ومأرب، على أن يتم تحديد فترة زمنية لعمل اللجان بالتوافق من خلال النقاشات. إلى صحيفة العربي الجديد والتي ركزت على الجانب السياسي ومشاورات الكويت، وجاء فيها: ولد الشيخ يدعو الأطراف اليمنية لتقديم التنازلات لمصلحة البلاد. وعنونت الصحيفة في ذات الموضوع: مراوغات الإنقلابيين في مشاورات الكويت، قوائم الأسرى إحدى فصولها. وعنوان المخلافي: اتفاق يمني خارج المرجعيات خيال محض. وتقول الصحيفة: نفى رئيس الوفد الحكومي في المشاورات عبد الملك المخلافي الأنباء عن اتفاق على ترتيبات سياسية بعد تسريبات تحدثت عن اتفاق وشيك يتضمن تشكيل حكومة توافقية والإبقاء على الرئيس عبد رب منصور هادي بدون صلاحيات حقيقية لفترة محددة، وهو ما روجت له مصادر قريبة من الحوثيين. وقال المخلافي إن المشاورات لا تزال تدور حول الانسحابات وتسليم السلاح وتخلي الانقلابيين عن مؤسسات الدولة، بما في ذلك حل ما يسمى اللجان الثورية، معتبرا ما عدا ذلك خيالا محضا. اليمن، كوميديا الحرب في مشهدية الخراب. تحت هذا العنوان كتب وضاح الجليل ما قاله المنشور في العربي الجديد، وقال الكاتب: أطلق اليمنيون 3 أسئلة رداً على تحدي صالح المثير للسخرية. يتعلق الأول بالجيش الذي بذل نظام صالح ثروات طائلة لبنائه، واتضح أن هيكله التنظيمي وقدراته التسليحية وبنيته الديموغرافية جعلته غير جاهز لمواجهة أي حرب خارجية، وأنه أعد فقط ليواجه خصوم هذا النظام. ويرتبط الثاني بظهور صالح لإعلان تحديه المضحك بعد استهداف منزله فقط، وكان قبل ذلك يظهر في خطابات تستجدي وقف الحرب. أما الثالث فكان عن وعد صالح بشراء أسلحة جديدة بدلا من التي تستهدفها غارات التحالف العربي، ما يؤكد أنه ما يزال المسيطر والمتحكم في الجيش والسلاح، ويشير إلى حسرته وألمه بسبب نزيف مخازن أسلحته وذخيرته، ويثير سخرية المواطنين الذين استنزفت ثروات بلدهم في شراء أسلحة لقمعهم. ثم ما يزال المسؤول عن ذلك الخراب مستعدا لشراء أسلحة جديدة. لم يتوقف هذا المشهد الكاريكاتوري عند هذا الحد، بل إن صالح ظل يطلق صراخا متحديا طوال الوقت ويؤكد قدراته على القتال 11 عاما والتضحية بمليون يمني في تلك الحرب. وقد عمل صالح وما يزال على ترسيخ صورة ذهنية لنفسه لدى أنصاره بأنه الزعيم الخارق، وهو الذي يقول الشيء ونقيضه في اللحظة نفسها، فيبدو هذا إعجازا في ظنه. مع شرارة الحرب الأولى لم تصمد أمام تحالف الانقلاب سوى بعض الجبهات في محافظتي مأرب وتعز، إلا أن قيادة هذا التحالف أدارت المعركة السياسية بمنطق العنتريات نفسه الذي لا يرى أبعد من استمراء الزعيم الساذج بالتمكين الإلهي والصمود الأسطوري. إلى صحيفة البيان الإماراتية والتي عنونت: الإنقلابيون يخرقون الهدنة في 6 محافظات. وقالت الصحيفة في التفاصيل: ارتكب الإنقلابيون 137 خرقا للهدنة في 6 محافظات خلال يوم واحد، مع استمرار عدوانهم الهمجي في محافظة شبوة، حيث دارت معارك عنيفة قتل فيها العشرات. وفي تقريرها اليومي الذي سلمت نسخة منه إلى ممثل الأمم المتحدة في اللجنة،
قال ممثلو الحكومة الشرعية إن الميليشيا ارتكبت هذه الخروقات في محافظة تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وشبوة، واستخدمت مختلف الأسلحة في استهداف مواقع لقوات الجيش الوطني والمقاومة ومنازل المدنيين بطريقة عشوائية. وقالت اللجنة في تقرير إنها سجلت 44 خرقا للهدنة في محافظة تعز، و30 في محافظة مأرب، و37 في محافظة الجوف، و11 في محافظة البيضاء، و7 في محافظة الضالع، و8 في محافظة شبوة. وإلى صحيفة الخليج والتي عنونت في الشأن السياسي: أزمتا الكهرباء والنفط تعصفان بعدن متسببتين بسبعة وفيات واحتجاجات. وتقول التفاصيل: ما زالت أزمتا انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية تعصفان بمحافظة عدن مسجلتين سبع حالات وفيات ومعاناة كبيرة لمختلف شرائح وفئات السكان. تقول الصحيفة أن أزمتا التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية ترتب عليها احتجاجات متصاعدة في عدد من مناطق ومديريات عدن تخللها إحراق محتجين غاضبين سيارتين تابعتين للمؤسسة العامة للكهرباء والطاقة. تضيف الصحيفة أن الانقطاعات المستمرة والطويلة للكهرباء ازدادت لتبلغ نحو 20 ساعة في اليوم الواحد، وهو الأمر الذي أثر في كثير من القطاعات الحيوية أبرزها قطاع المياه والبيئة، وامتد تأثير الأزمة إلى قطاع الصحة العامة والسكان، وتسبب بإغلاق عدد من المنشآت الصحية العامة والخاصة. 100 عام من الشتات قد تتكرر بنسخة جديدة من سايس بيكو. تحت هذا العنوان كتب سعيد الشهابي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال الكاتب: 100 عام من التمزيق المتواصل لهذه الأمة تتزامن مع ذكرى اتفاقية سايكس بيكو التي توصل إليها وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا في 23 آيار مايو 1916. قرن كامل من ضياع بلدان العرب أظهر العجز البنيوي للأمة التي أراد الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس، فما أعمق الشعور بالإحباط لدى من يهمهم أمرها، وما أبعدها اليوم عن الأمل الذي راود الكثيرين من رموزها التاريخيين الذين لم يستطيعوا انتشالها من هذا الوضع. فإذا كان الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا يحلمون في مطلع القرن الماضي بنهضتها وتماسكها ووحدتها ويرسمون لها أرضية الانتماء لكي تشعر بالوجود، فإن من لحقهم من العلماء والمفكرين بذلوا جهوداً مضنية لإيقاظ أبنائها وشحذ هممهم لوقف ذلك التداعي في الجوانب السياسية والعلمية والإنسانية. غير أن ما حدث في ذروة الحرب العالمية الأولى من تواطؤ غربي لكسر شوكة هذه الأمة متجسداً في الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا وفرنسا حال دون نجاح جهود الإنهاض. خلال ما يقرب من القرن مرت هذه الشعوب بمخاضات عسيرة باحثة عن مخرج من السقوط الذي وقعت فيه بعد أن سقط آخر رمز لوحدتها في العام 1923. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير.